فاز الأردني حسين كتاب بالجائزة البرونزية، وذلك في جائزة الإمارات للطاقة عن اختراعه جهاز إنتاج الأسمدة بالطاقة الشمسية. احنا قمنا بتطوير جهاز لإنتاج النايتريت باستخدام الطاقة الشمسية، ويقوم فعليا هو بأخذ النيتروجين من الهواء اللي بنتنفسه. زي ما بتعرفوا الهواء بيحتوي على 80% نيتروجين و19% أكسجين، فإحنا بناخذ النيتروجين من الهواء، بنقوم بعمل فصل لعنصر النيتروجين وأكسدته بحيث أنه نحصل على الـ NO3 أو النيتريت، وإذابتها في الماء مباشرة في المزرعة ويتم تغذية الأشجار أو المحاصيل الزراعية. حالياً العالم بيستهلك حوالي 100 مليون طن من السماد الاصطناعي، يتم إنتاجها في الدول الغنية بالغاز الطبيعي. السبب هذا لأنه لإنتاج طن واحد من السماد يلزم ما يعادل 200 دولار من الغاز الطبيعي، ولهذا السبب فإنه سعر السماد الطبيعي السماد الاصطناعي بيعتمد على أسعار النفط. مهنتي بتكنولوجيا المعلومات، بس عندي شغف لهاي الأمور، فقمت بالبحث. وبتعرف يعني الأشياء بسوي الواحد بوقته الإضافي، ووصلت لمرحلة أنه نعم كان لقيت مشجعين اللي هو مركز الملك رانيا العبد الله للريادة. حاليا إحنا صراحة شوي عنا عقبة رئيسية اللي هي اللي بواجهها أي مخترع أو صاحب فكرة. الأردن شوي فيها الناس متوجهة نحو تكنولوجيا المعلومات، بينما البحث والتطوير بالأمور الصناعية ما في شركات بتدعم. حاولت ألاقي صناديق للدعم عشان يعني نحصل على تمويل، بس ما كانت يعني الريسبونس ما كان إيجابي صراحة.